أرادت أن تنهي سنة 2011 بانتصار بملعبها لتؤكد التعادل الذي عادت به من وهران، وقبل ذلك الفوز أمام شباب باتنا. الضيف والمنافس هذه المرة كان مولودة العلم، متعود على تحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم. أشناوة كالعادة كانوا حاضرين في هذه المباراة وقدموا دعما معنويا من قطع النظير، وسايح رد لهم الجميل بسرعة بهدف جميل لصالح المولودية. سايح يبدو بأنه قناص للأهداف وسيسعد أنصار المولودية كثيرا برقصته أيضا. الفرحة كانت كبيرة وسايح كان من دون مراقبة. المولودية بعد ذلك واصلت الضغط، وسايح كان سما قاتلا في دفاع مولودية العلمة. المخالفة لم تأتي بالجديد بالنسبة للعاصميين. أبناء العلمة حاولوا بعد ذلك الرد بفضل هذه الهجمات والذكاء في اللعب، لكن شوشي استعمل الخبرة في هذه اللقطة لاستدعاء الكرة. هي محاولة وحيدة فقط للزوار، لأن المولودية قتلت بعد ذلك المباراة بعدما استفادت من ضربة جزاء بعد سقوط كودري. الحكم حسنية لم يتردد في الإعلان عن ضربة جزاء وفي طرد الحارس برفان، ليكون بذلك منعرج المواجهة. شهدوا ما حدث بعد ذلك. جمهور المولودية يقف جميعا ويطالب الحارس الشوشي بتنفيذ ضربة الجزاء. مدلل أنصار المولودية لبى النداء وتولى التنفيذ، وبقوة وبدون تردد شوشي يسجل ثاني الأهداف ويحتفل هو الآخر برقصة من نوع آخر. المولودية إذن تسجل ثنائية تحسم الأمور في الشوط الأول، ومولودية العلمة وجدت نفسها في ظروف جد معقدة. المرحلة الثانية كانت تقريبا في اتجاه واحد، لأن المولودية العاصمية استفادت من التفوق العددي، وكان من الممكن لسايح أن يسجل ثنائية لو استغل هذه الفرصة. المحاولة توالت والحارس البديل برفان قدم مردودا مميزا واستطاع الحفاظ على نظافة الشباك. مولودية العاصمة إذن سيطرت، وبرفان عاد سالما بعد أن قدمت له الإسعافات على مستوى المستشفى، في حين واصلت المولودية تضييع الفرص. وآخر فرصة كانت لبابوش. المولودية إذن تؤكد وتفوز بثلاث نقاط من ذهب.